الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ بداية راجعنا الدرس السابق ثم أخذنا القسم الثاني وهو المسائل الثلاثة. قلنا لا بد أن تفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة. الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القول. أخذنا اختصار المسائل الثلاثة. من يذكر لي مختصر المسائل الثلاثة؟ المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والأسماء والصفات، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، أن الله خلقنا، هذه ما في، هذا في توحيد الأسماء والصفات، هو الخالق والرازق ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، هذا كله توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم. المسألة الثانية توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهلها. البراءة من الشرك وأهلها، كيف تكون البراءة من الشرك وأهلها؟ البراءة من الشرك وأهلها يكون باللسان بالقلب واللسان إني بريء مما تعبدون والجوارح فتح الله عليك. طيب ثم بعد هذا أخذنا إلى القسم الثالث. نعم أخي، نعم أخذنا قبل الله يفتح عليك عرفنا التوحيد لغة، مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، وقلنا لا تهتم من التعريف، لأنه قد يأتيك بعض الناس يقول لا هذا التعريف خطأ، قل اترك هذا التعريف، أنه تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالشرع، شرعا هو إفراد الله سبحانه وتعالى المختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، تعريف توحيد الربوبية، من يعرف لي توحيد الربوبية؟ نعم، هو إفراد الله تعالى سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير أو أفعال، إفراد الله سبحانه وتعالى بالأفعال، فتح الله عليك، توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، ويسمى توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة. طيب الثالث هذا لا يصح، غدا إن شاء الله تعالى بيننا وبينكم اختبار، نجحتم في الاختبار معنى هذا أنكم وافقتم على الشروط، إذا لم تنجحوا إذن إما الموافقة أو المفارقة، والمفارقة لعلها تكون أحسن. نعم، ما يصبح إخواننا، ما يصبح، ما نعرف تعريف العلماء، رجل عامي لا إشكال، اسمع يا أخي، إذا وجدت عامي لا إشكال، جاءك عامي وقال أنا ما أعرف الأصول الثلاثة ولا أعرف هذه المسائل ولا أعرف تعريف التوحيد، لكن أنا مقر أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، وأنا لا أعبد إلا الله، كل عبادة لله، الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيره، وأنا أقول أن الله سبحانه وتعالى أسماء والصفات، أثبت له كما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وكما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول لهذا لابد تتعلم؟ لا، لكن أنت طالب علم لابد تعرف هذه الأمور. جاءنا وقال أنا لا أعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا واجبات الصلاة ولا مبطلات الصلاة، نقول قم صلي، قام وصلى الصلاة صحيحة بشروطها وأركانها واجباتها وانتفت عنه الموانع فصلاته صحيح، هذا عامي، فأنت طالب علم تسأل عن هذه المسائل ولا تعرفها، تريد أن تعلم الناس التوحيد، أنت ما تعرف التوحيد؟ ما يصح، فلا بد أن نضبط التعريف الشرعي التي عرفها لنا العلماء. نعم، من يذكر تعريف توحيد الأسماء والصفات؟ نعم، هو إفراد الله سبحانه وتعالى به بما سمى وصف بنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لو قلت تشبيه قلنا خطأ. نعم، تفضل افسحوا لأخيكم مجال، الذي لا يجد في رحلة شيء هذا ما يتكئ، هذا مفروض صحيح؟ اللي في رحلته لا وجد شيء ما يتكئ، ثلاث شعارات ما تعد يعني شيء. نعم، طيب بعد هذا، نعم، أنواع الدعاء القسم، أي قسم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في لماذا ندرس التوحيد، وقلنا أن المؤلف في
جل مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يركز على هذه المسألة، أنه هناك من يحارب دعاته على السنة وجماعة تعليم الناس التوحيد، تعليم التوحيد، فقل التوحيد عرفناه ولا دع معلم الناس التوحيد وكذا وكذا وكذا، ولماذا هذا الأمور؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. والله لو تنظر مثلا مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية في منهج السالكين، قواعد فقهية فقه يعني أصول فقه وقواعد ذكر فيه، منهج السالكين كتاب في الفقه، في أول هذا الكتاب سواء كان في القواعد أو في هذا يذكر التوحيد، حتى عندما تأتي أمثلة في القواعد الفقهية يمثل بما يمثل في التوحيد. أصل عبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. نعم، هذا القسم الثالث. الرابع شرع المؤلف في بيان الأصول الثلاثة، وهذا من عادته في التأليف يجمع ثم بعد هذا يفصل، منها الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله، ودعاء مسألة. ودعاء المسألة قلنا ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، وفيما يقدر على المخلوق قلنا يصح بشروط أربعة، أن يكون حي وحاضر قادر وتعتقد أنه سبب. إذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة ينتقل من الجواز إلى الشرك. قلنا مثل الدعاء يعني دعاء المسألة فيما يقدر عليه المخلوق الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة، حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. أخذنا أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب، أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب ثلاثة، الأول صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. الصحيح يكون بسبب شرع يعتقد أنها الأسباب أنها أسباب وجعلها الله سبحانه وتعالى الأسباب، شرعية كالرقية وحسية كالدواء. طيب، وإذا اعتقد أن السبب مؤثر بذاته شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب الله سبحانه وتعالى مجعله سبب هذا شرك أصغر، وهذا سوف يأتي معنا مهم جدا في تعليق الخيوط والودع والتمائم ونقص الثور وعن الذئاب والحافر والإطارات السيارات الإطارات القديمة والبعض الأشجار وبعض الكتابات وغيرها، هذا مهم جدا. طيب، الثاني الخوف. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، خوف عبادة وتعظيم وسر، خوف عبادة وتعظيم وسر، فلا تخافون وخافون، خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف الغني لا شرك أكبر. الثاني خوف طبيعي جبلي جائز لا لا معنى العبد، كالخوف من اللصوص من قطاع الطريق، الخوف من النار، الخوف من السبع، تخاف من الأسد مثلا، من الكلب، يصح صح، هذا خوف طبيعي. القسم الثالث من الخوف خوف محرم، هو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. القنوط يلبس عليك الشيطان أحيانا، يقول يا فلان أنت الآن تتظاهر بالتقوى والصلاح والاستقامة، تظاهر أنك طالب علم، وبالأمس صنعت كذا، واليوم صنعت كذا، وفي النية أنك تصنع كذا، فهذا يعني يقول طيب ماذا أصنع؟ قل أترك اجعلها كلها معاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الشيطان يريد قنطة، لا تقنط، هذا خوف حرم أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. فوالد هذا قال له ما تحضر صلاة الجماعة، ما تصلي مع الجماعة، يقول سمع المطاع، صحيح؟ لا، يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، يقول أنا أطيع لكن في غير معصية الله، هذا معصية الله ما يمكن أطيع، أترك الجماعة لا يمكن. طيب، هذا الخوف، أنواع الخوف ثلاثة، خوف عبادة وتعظيم والسر صرف الغيب لا شرك أكبر، خوف طبيعي جبلي جائز لا لم عن العبد، خوف من النصوص من قطاع الطريق، الخوف من النار. الثالث خوف محرم، هو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. الذبح
عندنا ذبح لله هدي واضاحي وعقيقه وصدقات، وذبح لغير الله محبه وتعظيم، ذبح للجن لاصحاب القبور. وعندنا ذبح جائز، يذبح حتى يذبح لانه جزاء يبيع لهم، ذبح جائز. النذر ينقسم الى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله شرك، وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يلحق هذا النذر لغير الله بالحلف بغير الله، يعني شرك اصغر، وبعضهم يرى انه شرك اكبر لانه لم يعني يتلفظ بهذا النذر وانذر لهذا الا هو يعظمه، تعظيمه هذا الشرك الاكبر. طيب عموما الان نريد ان نضبط هذا، النذر ينقسم الى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله، هذه اقسام النذر. اذا اخذنا الدعاء والخوف والذبح والنذر، التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقه به والاخذ بالاسباب المشروعه، صدق وثقه واخذ بالاسباب المشروعه. التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقه به والاخذ بالاسباب. هذا الاخ لنا نحفظ القران وقال انا متوكل عليه، صادق واثق في قراءة نفسه ان الله ميسر له حفظ القران اليوم وبعد سنه، ثم اخذ ياخذ بالاسباب في كل يوم يحفظ يراجع له شيخ يعرض عليه القران، فهذا متوكل. لكن هذا الاخ قال انا متوكل على الله يراجع في كل يوم، لا يا اخي راجع، لابد ان يكون لك شيخ تعرض عليه القران في كل يوم وكذا، او من تراجع معه. قال لا انا انام ولعلي استيقظ اكون مثل شيخ الاسلام احفظ الكتاب والسنه، يعني اقل من في السنه. هذا متواكل. اذا التوكل لابد فيه من شهاده، صدق، ثقه، اخذ الاسباب المشروعه على الممنوع. الخشيه هي خوف، لكن خوف بعلم، انما يخشى الله من عباد العلماء. اذا الخشيه هي الخوف المبني على العلم بعظمه من اخشاه وكمان سلطان. طيب ثم بعد هذا ذكر المؤلف هذا الاصل الاول. الاصل الثاني، من يذكر لي الاصل الثاني من الصور الثلاثه؟ من يعرف اخوان؟ نعم اخي. النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. هو ذكر هذا الاصل الثالث، معرفه النبي عليه الصلاه والسلام. اجل. بالقوه؟ نعم اخي. معرفه دين الاسلام بالادله الشرعيه. معرفه دين الاسلام بالادله. يأتيك إنسان يقول أنت مسلم؟ إيش تقول؟ تقول نعم. قال ما هو الإسلام اللي تدعيه؟ ما هو الإسلام اللي تدعيه؟ ما هذا الإسلام؟ لابد تعرف ما هو الإسلام. والله أرادوا، وهذا يعرف من يقيم في بلاد الكفر، أرادوا أن يوصل المسلمين إلى ماذا؟ إلى أنه لا يعرف شيء عن الإسلام، لا شيء إلا أنه مسلم، يعني مين؟ سين لا مين، لا يعرف شيء عن الإسلام، لا توحيد ولا صلاة ولا يعرف من نبي هذه الأمة ولا شيء، لا يعرف عن الإسلام إلا أنه مسلم، سين لا مين، ما يعرف حتى ما هو الإسلام. هل هذا مسلم؟ لا. فاسأل، يسألك يقول ما هو الإسلام تدعيه؟ فالإسلام هو الاستسلام لله، تسلم لله. ما معنى هذا؟ ليس أن تعترض وتقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات؟ لا. فإذا جاءك إنسان وقال لماذا نصلي الفجر؟ تقول أنت مسلم؟ إذا قال نعم، تقول الاستسلام لله، أنت عبد ما تعترض، تقول سمعا وطاعة، صحيح؟ أي نعم. استسلام لله بماذا؟ بالتوحيد، اخذنا التوحيد واقسام التوحيد. استسلام لله بالتوحيد والانقياد. يقول لا ينفع فقط، لابد من عمل. تعمل وانقاد له بالطاعه. وضد الطاعه المعصيه. يقول انه مسلم ولكن يعصي. لا صلاه مثلا،
ما يصلي الصلوات كلها، ما يصلي، ترك الصلاة بالكلية، كفر أكبر. والقيد لهم الطاعة. والثالث البراء من الشرك وأهله، وهذا تقدم. إذا الإسلام استسلام لله بالتوحيد، والقيد لهم الطاعة، البراء من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فالمسلم ماذا يصنع؟ استسلم وينقاد بالطاعة وضد الطاعة المعصية، ويبرأ من الشرك وأهله، هذا هو المسلم. ما هي مراتب الدين؟ ما شاء الله. طيب. نعم الإسلام. كم أول شيء؟ كم ثلاثة أربعة خمسة؟ ثلاثة. مراتب الدين ثلاثة. إسلام، وأعلى من الإسلام إيمان، وأعلى من الإيمان إحسان. إسلام وإيمان وإحسان، هذه مراتب الدين، ثلاث مراتب. وكل مرتبة لها أركان. فتح الله عليك. طيب أركان الإسلام. سبحان الله. البقية ما أعرف أركان الإسلام. أركان الإسلام أخوان. إنا لله والبقية. ما أبغى أسمع إشكال. نعم أنت يا شيخ. أي أوقف. كم أركان الإسلام؟ خمسة. خمسة. أركان الإسلام. تعجبه؟ الله من بعد الدول، أنا أسأل ما هي أركان الإسلام؟ واحد قال لي ثلاثة. أراد أن يصل يوصل يوصلون لها. أنا أعرف شو عندي، أركان الإسلام الله ما استطاع يعدها بعد. وبعد هذا قال لا داعي نعلم الناس التوحيد، التوحيد عرفنا. نعم أركان الإسلام خمسة. شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ قل لك الكافر تعرف تشهد؟ تقول نعم. قال ما معنى هذه الشهادة؟ قل ما أدري. نعم شهادة أن لا إله إلا الله لا معبودة بحق، لا معبودة بحق. لماذا يقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق؟ لماذا؟ طيب لو قال هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، صح أو خطأ؟ لو قال معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله خطأ. خطأ؟ نعم يا رجل، لا معبود إلا الله. نعم خطأ الواقع. خطأ؟ نعم. هذا أبطل الباطل. معنى هذا أن كل معبود من دون الله هو إله. نعم. فلا بد في لا إله إلا الله من ركنين، ركن الشهادة كفر بالطاغوت، كفر بما عبد من دون الله، إيمان بالله، تخلية قبل التحلية. فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. عندما يقول بحق هذا معناه أن يكفر بجميع ما عبد من دون الله. إذا لم يحقق هذا ما حقق ركن الشهادة. فتح الله أبطل الباطل هذا، صحيح؟ إذا لا بد أن يقول بحق هذا معناه أن يكفر بجميع معبد من دون الله. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إذا معناها لا معبود بحق إلا الله، لا بد يقول بحق ضد هذا الباطل. إذا ما يعرف هذا بحق وكذا يقول لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إذا لا بد من ركنين، كفر بالطاغوت ثم إيمان بالله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا لا إله إلا الله. طيب سؤال ثاني، لو قال أنه معنى لا إله إلا الله لا رب بحق إلا الله، اللي يقول صح يرفع إصبعه. يرفع إصبعه كلام واضح. أحنا نقول سبحان الله، لا رب بحق إلا الله كلمة باطل، كلمة حق، لكن في معنى لا إله إلا الله لا تصح. معنى هذا الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بلا إله إلا الله، وهم أروا الإقرار بلا إله إلا الله، أقروا بتوحيد الربوبية نعم، لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله يعرفها أهل الكفر، يعرفها أبو جهل وما أقروا بها.
فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. طيب تكفي وحدها لا إله إلا الله؟ لا بد معها من شهادة أن محمد عبد الرسول. اليهود أقروا بلا إله إلا الله لكن لم يقروا بأن محمد عبد الرسول. لا بد أن تجمع كما جمعت في لا إله إلا الله بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا بد أن تجمع في الإثبات للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبت له تجمع له بين العبودية والرسالة. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. عبد ليس له شيء من خصائص المبين، ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. أشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب أمام نعم آخر الثاني شهادة لا إله إلا الله محمد عبد رسول الله، إقام الصلاة. إقام الصلاة أي صلاة؟ صلاة مفروضة، صلاة الخمس مفروض لا بد أن تؤدى أي مع الجماعة حيث نادى عليها على الرجال البالغين. ومن لا يصلي في البيت؟ المرأة. إيه؟ أولا بالغ الأطفال مع أنه عود على الجماعة من ولي. إيه صح؟ حتى المسافر الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول المسافر يسمع النداء يشف عليه الإجابة تجيب فما يصلح. ولذلك نحن إن شاء الله الإعانة جعلنا الدروس بعد كل صلاة. نعم ما يصلح. قل أنا مسافر. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول المسافر إذا كان يسمع النداء وجب عليه أن يجيب. طيب الصلاة الخمسة تؤدى مع الجماعة الرجال بالغين حتى في الخوف وفي الحرب صلاة جماعة. ما حكم صلاة الجماعة؟ أقل ما يقال فيها أنها واجبة. شيخ الإسلام يرى أن صلاة الجماعة على من يقدر وليس له عذر شرط في صحة الصلاة. يعني لو صلى ببيته وهو قادم بغير عذر صلاته باطلة. هذا يقول من؟ شيخ الإسلام. ولا تستهين بكلام شيخ الإسلام. شرط في صحة الصلاة يعني الصلاة باطلة. انتبه إخواننا حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة كاملة منذ أن فرضت عليه الصلاة إلى أن توفاه الله. هل ترك صلاة الجماعة؟ ترك صلاة الجماعة في وقتها؟ لا. مرة واحدة أخر الصلاة في سفر وتعب شديد ووضع من يوقظه من الصلاة. قدر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ينام عن الصلاة حتى تتعلم الأمة كيف تصنع. صح؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مهم جدا إخوان الصلوات. ما يمكن طالب علم يستهين بأمر الصلاة خاصة صلاة الجماعة. ما يمكن. صح؟ يكون الثاني هذا واركعوا مع الراكعين. أدلة كثيرة قلت لك أقل ما يقال. تقول أقل ما يقال في صلاة الجماعة رجال بالغين أنها واجبة إن لم نقل كما قال شيخ الإسلام شرط في صحة الصلاة صلاة باطلة. نعم إقام الصلاة إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. عندنا زكاة بدن وزكاة مال. زكاة البدن زكاة الفطر وزكاة المال على ما يأتي الأربع أصناف. بعد صوم رمضان. صوم أي شهر؟ رمضان. طيب حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. السلام بلغنا إياكم. طيب هذا ما يتعلق بأركان الإسلام. أركان الإيمان كم؟ نعم تعرف أركان الإيمان مشكلة. الإيمان كم؟ عشرة، خمسة، سبعة؟ خمسة. أركان الإيمان ستة. يا أخي استغفر الله يا أخي يأتيك السؤال ستة. أركان الإيمان ستة. آخر كلام
ستة. نعم. بسم الله. الإيمان بالله. أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. والإيمان بالقدر خير. وتؤمن بالقدر خير. فتح الله عليك. اسأل. سأل. قلت مؤمن. اشتغل. قل نعم. قال ما هو الإيمان؟ عندك السنة. قالت من السنة. تقول أسأل الله. اسمع. تقول أسأل الله يجعل منه. ما تقول أنا منه وتقطع بهذا. صح؟ شيخ الإسلام وهو شيخ الإسلام سمعت معنا في العقيدة الوسطية. في نهاية العقيدة الوسطية وألف في معتقد أهل السنة والجماعة. وفي نهاية العقيدة إيش يقول؟ نسأل الله أن يجعلنا منه. ما قال أنا السلفي ويكتب في ترجمة السلف الأثري كما لا. قال نسأل الله يجعلنا منه. تبرأ من حول من قوته. هؤلاء أهل السنة. نسأل الله يجعلنا منه. ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ بقي ما أعرفه. إذا لابد هذا الصوت هذا ذكر أهم ما يقول قبل كتاب التوحيد. ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان لغة قرار التصديق. قلنا لا تهتمل هذا التعريف أطلق. شرعا لابد في تعريف الإيمان عند أهل السنة من أمور خمسة. يختل واحد هذا ليس بإيمان عند أهل السنة. تبي كم؟ خمسة. نعم. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. مرة ثالثة. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل عمل ماذا؟ جوارح والأركان. إيش الجوارح والأركان؟ يعني عمل القلب وعمل الجوارح. وارتاح عرف بهذا حتى تفهم. يزيد بالطاعة وينقص كم؟ خمسة. قول عمل اعتقاد يزيد ينقص. قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص. هذا الإيمان عند أهل السنة. إذا اختل واحد هذا ليس بإيمان عند أهل السنة. مفهوم؟ نعم. طيب من يعني وجه للسؤال؟ بسم الله. يقول بلسان. يقول بلسان. ما أحد يتكلم رجاء. يقول بلسان لكن ما يعتقد بقلبه. إيمان غير صحيح. نعم. من يفتي؟ نعم. وقف. يقول بلسان. يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أركان الإيمان وأركان الإسلام وكل. ولا يعتقد بقلبه. مؤمن؟ لا. منافق؟ منافق. يا أخي يقول بلسان. اختل الشرط. طيب نفاق أصغر. النفاق. نفاق أصغر ولا أكبر؟ هذا أكبر. أكبر ولا شك. أي نعم هذا النفاق. دعين. اشتريت بعد هذا النفاق. فتح الله عليك. ما يصلح تقول لا يجوز أو كذا. تقول نفاق أكبر. نفاق اعتقادي هذا. نعم. طيب عيد. من السؤال الثاني؟ بسم الله. يعتقد بقلبه. يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول كان الهيم. يعتقد لكن ما يقول بلسان. مؤمن؟ لا. ما يقول بلسان هو قصد؟ ما يقول بلسان أبدا لكن يعتقد بقلبه. لا قصد؟ ما أعلم. يعرف؟ قل. يعتقد بقلبه لكن ما يقول بلسانه. يعتقد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله وأن الله الخالق والرازق والمنفرد بالربوبية وبالألوهية والأسماء والصفات. يعتقد بقلبه لكن ما يقول بلسانه. مؤمن؟ كافر. يا أخي اعتقد. ولو كافر. وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما. في أحد يخالفه؟ لا. نعم. ينقص إيمانه. ينقص. أي نعم. أئمة الكفر على هذا. أئمة الكفر على هذا. فرعون يعتقد؟ يعتقد. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض. صح؟ إيه نعم. أئمة الكفر. يا أخوانا قلنا الإيمان خمسة أشياء. إذا اختل واحد هذا ليس بالإيمان.
إذا يعتقد أبو طالب يعتقد بقلبه صرح بلسانه مؤمن؟ عند بعض الناس ممكن يكون مؤمن. يا أخي إبليس يعتقد بقلبه؟ هنا قول عمل اعتقاد يزيد ينقص، هذا إيمان عند أهل السنة غيره ليس بإيمان. قول باللسان واعتقاد بالقلب، عمل لابد من عمل، القلب له عمل نعم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ اللي يحفظ الصف ثلاثة يعرف، اللي يحفظ إخواننا ما الدليل؟ قال أعطنا الدليل، أريد دليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم الدليل على أن يزيد وينقص. فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل. عمل القلب حياة شعبة من الإيمان، إماطة الأذى عمل جوارح، قول وعمل واعتقاد يزيد. ما الدليل على أنه يزيد؟ ما يزيد الله الذين اهتدوا هدى وزادهم أيكم زادته هذه إيمان. وإذا كان يزيد لابد ينقص، وجاء النقصان مصرحا به في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ينقص الدين أي لأنه تترك الصلاة أيام الحي، صح؟ نعم فتح الله عليك. إذا الإيمان قول وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، واعتقاد يزيد وينقص، هذا الإيمان عند أهل السنة. إذا اختل واحد هذا ليس بإيمان عند أهل السنة. أركان الإيمان كم؟ من يعرف؟ مرة أخرى سبحان الله. طيب أركان الإيمان ست، أقل ما يقال في شرح أركان الإيمان، أقل ما يقال في شرح أركان الإيمان. الإيمان بالله تقول يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. تؤمن بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات تقدم معنا، وتؤمن بوجود الله. ما الأدلة على وجود الله إجمالا؟ أربع الأدلة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، أربع إجمالا: العقل والحس والفطرة والشرع. هذه أدلة إجمالية تدل على وجود الله. العقل مستحيل أن يأتي عاقل ويمكن وجود الله. طلوع الليل والنهار والشمس والقمر هذه كلها أدلة تدل على وجود الله. العقل، الحس تكون في كرب وشدة، ترفع إليك للسماء تدعو تجدها تنفرج، هذا دليل حس. ثلاثة الذين أطبق عليهم الغاء أخذ يدعون إلى بالسفر تنفرج، هذا دليل محسوس ماضي. قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو وما كان بالسماء سحاب ولم ينزل إلا ونزل غيث، دليل حسي. الفطرة كل مولود يولد على الفطرة. الشرع كثير لا تخلو منه آية التوحيد كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لا تخلو منه آية ولا أي آية. نعم أشرف ما في القرآن. الإيمان بالله تضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، الإيمان بوجود الله، الإيمان تؤمن بالله بالملائكة، تؤمن أنهم عالم غيبي يعلمون الغيب، لا أعوذ بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم غيبي غاب عنا ما نراه، عالم غيبي خلقهم الله من نور يطيعون الله ويعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، أرواح روح القدس، أجساد جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، عقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم. لا يأتينا طالب يقول يعني أين الدليل؟ هذا الدليل، حتى إذا فزع عن قلوبهم فات قلوب الملائكة. نؤمن بكل الملائكة إجمالا، وبمعنى أن الله سبحانه من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. من أسمائهم
جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن صفات المعصوم الله من النور ومن أعمال مثلا جبريل عليه السلام وكل الوحي ملك الموت خبض الروح الخبض والأخبار التي جاءت عنه الكتب الإمام الكتب تؤمن بأنها كلام الله تكلم بحقيقة وأن منزل غير مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب تؤمن بكل الكتب إجمالا وبمعلم الله سبحانه وتعالى من أسمائه وأخباره وأحكامه ما لم تنسخ وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه مما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام الإيمان بالرسل تؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون الرسل يكذبون عليهم الصلاة والسلام وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات أدوا الأمانة نصح الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده وأن أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كاذب كافر وكل من صدقه فهو مثل كافر نسأل الله السلامة عليه الإيمان باليوم الآخر سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في العقيدة الوسطية أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول في العقيدة الوسطية أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت خروج الروح قبض الملائكة لها صعودا بين السماء تفتح وتغلق لها أبواب السماء عودتهم بين الجسد يسمع قرآن عالم سؤال الملكين عذاب القبر نعيم القبر البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم كل ما يكون بعد الموت من الإيمان باليوم الآخر يبقى معنا الإيمان بالقضاء والقدر مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع العلم والكتابة والمشيئة والخلق علم أن تؤمن أن الله على كل شيء ولا يخفى عليه شيء حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع علم الكتابة أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب من قدر كل شيء لن تقوم الساعة المشيئة للعبد مشيئة وإرادة نعم لكن تحت مشيئة الله النافذة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين الخلق ما معنى هذا؟ معناه أن العبد مخلوق وأعماله مثل مخلوق والله خلقكم وما تعملون الله خلق كل شيء هذا أقل ما يقال في شرح الكان الإيمان يبقى معنى الإحسان الإحسان هو ركن واحد الإحسان ركن واحد وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة أن تعبد الله كأنك تراه عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله وتسمى عبادة مشاهدة فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن تخرج عن المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة طيب هذا أقل ما يقال في شرح الكان الإيمان وذكرنا شيء في الإحسان تحفظ لنا هذا اللي ذكرناه بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى يعني كل واحد منكم تكون لديه ورقة مكتوبة بخط اليد فيها شرح أركان الإيمان حتى تحفظ طيب من أي أقلب الصفحة يعطوكم إن شاء الله تعالى الأخوان إيمان هذا أقل ما يقال في شرح أركان الإيمان نعم يصور لكم أوراق تحفظ لها وتكتب في ورقة طيب نعم بعد العصر إن شاء الله تعالى نأخذ ما يتعلق بالأصل الثالث ثم خاتمة الأصول الثالثة أسأل الله سبحانه وتعالى وفق الجميع المحب أرضه والله أعلم صلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم